السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عندنا أيضا الديفولت إكسبورت أو الإكسبورت ديفولت. شنو الفكرة من عندها؟ تقدر كلاس كامل ترحله وتخلي أي فايل يعمل له إمبورت، بدل ما تجي أنت تعمل إكسبورت وتجي هنا تعمل إمبورت لكل هذا الكلام وقوسين المجموعة، راح يكون أرتب أنه أنت كل فايل ممكن تعمله كلاس ويكون في داخله فانكشنات أو بروبرتي أو أي شيء تريد تضعها، ومرة واحدة بس الاسم تعمل له إكسبورت. وهنا من تعمل إمبورت ما تحتاج إلى براكتس أقواس مجموعة وغيرها، مجرد نادي على الاسم. كيف نعمل هذا الشيء؟ إذا عدنا هنا فايل اسمه product مثلا .js، هذا يحتوي على كلاس، هذا الكلاس يكون اسمه product، ويكون مثلا ممكن فيها constructor، ليش لا؟ هذا الكونستركتر ياخذ من عندك النيم، اسم اللي انت تريده، ويقول لك this.name يساوي النيم اللي انت انطيتني اياه. اضافه الى ذلك ممكن انه يحتوي على function، خلينا نقول اسمه price product بهذه الصوره، وهنا يعمل لك مثلا console.log hello from product. هذا الكلاس اقدر اعمل له export، تمام؟ هذا الكلاس اقدر اقول له export بهذه الصيغة. حلو، هنا بالindex اقدر ايضا اعمل له import. اقدر البرودكت هنا الاكسبورت، بعد الاكسبورت اكتب كلمة default. من اذكر كلمة default export default كلاس واسم الكلاس وفي داخل الأكواد كلها أكتبها، فما يحتاج إنه أعمل إكسبورت بعد هنا، لأن أنا ذكرت الإكسبورت والإكسبورت اعتبرته ديفولت، فهذا الاسم صار معرف. هنا من أجي أنادي عليه، كيف راح أنادي عليه؟ راح أجي أقول له import على سبيل المثال منو، شوف product import a product، رأسا import a product from dot slash from product dot js بهذا الشكل. لاحظ بدون أن أشمله بأقواس المجموعة، جبت الكلاس بالكامل، فقط قلت له import product. هذه هي ممكن تعملها عن طريق شنو؟ عن طريق الديفولت export default. فهنا هذا البرودكت تقدر هنا على سبيل المثال تجي تقول له let my name is يساوي شنو new product، وانطي له الاسم سليم، هالشكل انطي له الاسم سليم، تمام؟ فهنا أنا أقدر شنو أقول له my name is dot عندي price product، تتذكر ولا لا؟ هذا أيضا فيقول لك hello from mobile class and connecting to database عماد hello from product، تتذكروا هذا ظهر أول شيء، ليش؟ لأن احنا نضفنا أول واحد فنفذه، ف hello from product plus هنا بالبرودكت ايضا عندي شنو الكونستركتر، ايضا ضفت له اسم، يعني اقدر هنا النيم اللي احنا اخذناه تتذكرون هذا، اقدر معاملين hello from product اعمله ايضا plus this name save. فايش صار hello from product سليم، تتذكرون هنا كنا ضايفين سليم، فلما نادينا على الفانكشن اخذ هذا الاسم اللي احنا انطيناه له وضافه هنا. فهالشكل اذا تريده ارتب راح يكون طبعا import a product from هذا، وتقدر بهاي الطريقه عادي، مجرد اذا ردت تعمله بهذه الصوره فانت هنا بس مجرد تكتب default. الديفولت هو اللي راح يخليك تستخدمه بدون تاجات، وتقدر تشتغل بها براحتك. لهنا وصلنا لنهايه الدرس، اقول لكم مع السلامه.